الله ونعم الوكيل. شو بدنا نعمل؟ شو عادي؟ صحيحة قصة أب زافر؟ ايه والله العمى. شو هاد بالصوت لحياتنا يعني؟ شو صار لك يا محتان؟ اعطي صوتك شباك. وشو ناوي تعمل معتز؟ عفوا عقيد؟ لا لك صار لا والحزار؟ شو صاير لك؟ وطي صوتك نحن هون بنسمع. لك يا اخي ما بدي وطي صوتي، ما بدي وطي صوتي. في واحد واطي عم ينط على بيوتنا ويكشف على حريمنا وما في مين يقول له ليش فايت وليش طالع. لك ما اختلفنا بس هذا الحكي ما بيصير هون بنص الحالة. وطي صوتك. لك شوفي شوفي ما في شيء، ما في شيء يا جماعة، ما في شيء. لا لا تؤاخذونا يا جماعة، ما في شيء ما في شيء. كل ما هنالك انه في واطي سرق بايكة أبو ظافر ومبارح كان ببيتي وبكره أبصر على بيت مين بده ينط ويكشف على حريمي. أشير خلصنا يا جماعة، كل واحد يروح على شغله. يلا. لا يا سيدي ما خلصنا. خلصنا خلص بشير. امشي صهري لنحكي كلمتين بالمطاف. يكون احسن. يلا روحوا. يلا امشي شهري. روح يلا. تفضل لحقكم. روح.